طبعا هذا التصويت هو هو الذي سيحدد ماذا سيجري. اذا هناك اختلاف بين الجامعات وبين ما جامعه كولومبيا وصلت الى طريق مسدود مع الطلاب، خاصه فيما يتعلق بالاستثمارات، لان الطلاب وانا عندما كنت في جامعه كولومبيا تحدثت مع عدد منهم قالوا لي بان الجامعه وافقت على اليه لسحب التمويل من دون ذكر اسم اسرائيل، وهم اعتبروه يومها لانه محاوله للالتفاف على مطلبهم. نعم، اذا في ظل هذا الاختلاف بين تعاطي الجامعات مع مطالب المحتجين، طبعا نتابع هذه الصور الآن المباشرة من جامعة كاليفورنيا، ونتابع تدخل قوات الأمن وأيضا محاولة محاصرتهم للمحتجين ومحاولتهم لفض اعتصام هؤلاء الطلبة. دعونا نستمع إلى الصوت الطبيعي. Thank you.